سلام، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم هذا الفيديو اللي غيكون من نوع خاص. هو في الصراحه فيديو ترويجي للمونديال كاس العالم 2030 وكاس افريقيا 2024. هذا الفيديو كما قلت لكم اخواني هو ترويجي باش نساعدوا الوطن ديالنا والدولة ديالنا المملكة المغربية الشريفة، واللي يقدر يعاون بحال هذا المحتوى حتى هو يدير فيديوهات بهذا الشكل ويبين الجمالية ويبين الوجه الحقيقي ديال المملكة المغربية. انا اليوم كنت في هذه المدينة هذه اللي غتستضيف بعض من مباريات كأس العالم وكأس افريقيا بطبيعة الحال، وبغيتكم تشوفوا معايا الجمالية ديال هذه المدينة واللي كتعتبر من بين اجمل المدن المغربية. بطبيعة الحال الناس اللي ساكنين في هذه المدينة غادي يعرفوها من النظرة الاولى حيت غنية عن التعريف، والمغاربة بصفة عامة كاين اللي غيعرفها وكاين اللي ما غاديش يعرفها. كما قلت لكم في الاول الفيديو هو مقطع ترويجي باش الدول خصوصا الدول العربية توصلهم واحد الفكرة على المملكة المغربية. خوتي المغاربة راه كاينين بزاف ديال الناس وبزاف ديال الدول العربية ما كيعرفوش المملكة المغربية مزيان، وخصوصا عندنا واحد الجار اللي كيبغي ديما يشوه الصورة ديال المملكة المغربية في الأخبار ديالو وفي الصحف ديالو وفي مواقع التواصل الاجتماعي. كنتمنى اخوتي المغاربه اللي كيديروا المحتوى على اليوتيوب ولا على الفيسبوك يحاولوا كل واحد من المدينه ديالو يصور المدينه ويحطها، منك تعاون المدينه ديالك ومنك تعاون البلاد ديالك وكتبين الجماليه تاع البلاد ديالك. البلاد ديالنا اللي محتاجانا في هاد الوقيته وخصنا نوقفوا معاها وقفه ديال الصح باش نبينوا للعالم المغرب والمغاربه علاش قادين. وان شاء الله يكون هاد كاس العالم مفتاح الازدهار والتقدم والرقي لكاع المغاربه. ولا عجبتكم هذه الفكره كنتمنى تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم وتخليو لينا شي تعليق زوين وتدعموا القناه بالاشتراك. وفي الختام اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا يا رب العالمين. الله يبعد علينا سموم الحاقدين، وتبارك الله عليكم الإخوان، والسلام.